بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الرحمن علم القرآن، الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم.